شجرة كورو. هناك أشجار قديمة مسنة ومعمرة في جهات عديدة من غابات الكرة الأرضية، كما هو الحال في المغرب بمنطقة أزرو تجاه جبل هيبري، حيث توجد أكبر شجرة معمرة يقال إنها أقدم شجرة في إفريقيا، وتعرف باسم شجرة كورو نسبة لمكتشفها الجنرال كورو عندما كان يطوف بجنوده المنطقة أيام الاستعمار، وهي في شكلها تشبه هذا الجنرال الذي فقد يده اليسرى في إحدى المعارك خارج المغرب، لذلك حملت اسمه، فبدت هي الأخرى وكأنها بترت ذراعها اليسرى. تبلغ دائرة هذه الشجرة نحو 8 أمتار وطولها نحو 42 مترا. يعيش في منطقة الشجرة كثير من قردة الأطلس التي باتت لا تخشى الناس من السكان المحليين والسياح الكثيرين الذين يفدون عليها من المغرب وأوروبا والولايات المتحدة، فيستهويهم جمال الغابات ويجدون متعة كبيرة في التملي بشموخ هذه الشجرة وبالقردة التي تقفز بين الأشجار هنا وهناك، والسياح يقدمون لها الأطعمة وخاصة حبوب الفول السوداني وبعض المكسرات. تعرف المنطقة المحيطة والقريبة من الشجرة مزاولة بعض المهن مثل بيع بعض المصنوعات التقليدية المحلية والمستوردة من مناطق مجاورة مثل خنيفرة ومريرت وميدلت، وبعض الخدمات المعروضة على الزوار لا سيما تأجير الحمير والبغال والخيول لهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وهي من أهم ما تحتاجه رحلات الفرجة والتنزه التي تستهوي الكثيرين خاصة النساء والأطفال. ومن هنا انتشرت معلومات كثيرة في وكالات السياحة حول شجرة كورو، وكذلك حول القردة التي تكاد تتحول إلى حيوانات أليفة للزوار. هذه الأنواع من الأشجار الضخمة العتيقة ترتفع عادة في الغابة أمتارا عديدة فوق كل الأشجار الأخرى، إلى جانب ضخامة جذعها واتساع دائرة قطرها، وبذلك تشهد على قدم عمرها الذي يتجاوز آلاف السنين، فتكون قد شهدت عدة حضارات وأجيال ودول، مما جعلها تحظى بكثير من الحب والإكبار، كما رأت فيها الجهات المعنية عوامل مهمة للسياحة والنزهة. وقد بدأ يظهر في المغرب ما يدعو إلى ضرورة التنبه إلى هذه الثروات الغابوية والعناية بها والحفاظ عليها.